بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تم افتتاح المعرض بمست زليت العددية المركزية يوم الأربعاء الماضي، وبدأ المعرض بحفل الافتتاح وكان بحضور بعض الضيوف، وتم التسليم في هذا المعرض تسليم دروع لبعض المدرسين الذين تقاعدوا في السنوات الأخيرة. ثم انطلقنا إلى المعرض، والمعرض اشتمل على بعض الأقسام: قسم العلوم وقسم الرياضيات وقسم الحاسوب والتربية الفنية، وطبعا كما رأيتم الأرشيف الخاص بالمدرسة. الأرشيف يعود لأربعينيات القرن الماضي، هذا الأمين، واشتمل على بعض الأقسام اللي شفتوها، وخاصة أكثر شيء كان معتمع على قسم العلوم، كذلك المجسمات في الحاسوب، وكذلك مادة الرياضيات والتربية الفنية لرسومات لبعض الطلاب وبعض المعلمات. وهذا المعرض سيستمر إلى نهاية الأسبوع، والله ولي التوفيق.